سلام البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. انا غبت عليكم المره هذه، صافي لونطون ما حطيت فيديو. صراحه كان عندي ظروف خاصه ومع الاحداث اللي صرات في الجزائر، دونك الانسان ما كانش عنده كامل المغال باش يحط حاجه. اليوم جبت لكم واحد الافكار هكا نسر بهم في الحياه اليوميه تاعي، وراحين يعجبوكم البنات. افكار سهله وتاني تعاونكم بزاف في لافي كوتيديان. اول حيله البنات حبيت نشاركها معكم فيما يخص السبانخ ولا ليزيبيناغ، عباكم كي نشريوهم خاصة هادو اللي صغار يفسدو بالخف. واش ديروا البنات؟ تجيبوا منديل ورقي تحطوه في لابوات تاعكم وتخليوه، كل ما تلقاوه شمخ تعاودوا تبدلوه. هكا لي زيبيناغ تاعكم صدقوني ما راحينش يفسدو، لان الرطوبه كامل اللي تشكلكم في لابوات راح يمتصها المنديل هذاك. وانا شوفوا هنايا احتفظت بهم اكثر من اسبوع، شوفوا لي زيبيناغ تاعي قعدوا كيما راهم، وشوفوا المنديل كيفاش شمخ. كل ما يشمخ لكم تعاودوا تبدلوه، وهكا تحتفظوا بهم لمده طويله في الثلاجه. ثاني حاجه البنات بالنسبه لزافوكا، كي نفتحوا الحبه تاعنا توجور يتبدل لها اللون، كون نخليوها الغدوه يتبدل اللون. هنا واش ديروا البنات؟ تجيبوا مغصو تاع البصل، هكا قطعه تاع البصل تحطوها في ان بواط معاها، وغدوه كي تروحوا تجبدوا لي زافوكا تاعكم تلقاوها كيما راهي، ما تبدلش كامل اللون تاعها. الحيله الثالثه البنات اللي حبيت نشاركها معكم فيما يخص لابوبال اعزكم الله. هنا البنات باش لابوبال تاعكم توجور تقعد الريحه تاعها شابه، ومام كي نحطوها باغ اكزومبل في الساك ويصراو لنا باغ اكزومبل تسربات في لو فون تاع لابوبال تاعنا، ما تكونش ريحه هكا تاع لابوبال في الدار، خاصه في الصيف ولا عاكم تكون درجه الحراره مرتفعه ماشي كيما في الشتاء. هنا البنات جيبوا ان بابي موشوار هكا وحطوا فيه اي زيت تاع الزيت عطري يكون عندكم في الدار متوفر، وحطوا هذاك لو موشوار تاعكم حطوه في لو فون تاع لابوبال، وحطوا ساك بوبال تاعكم عادي. وصراحه بعد كي تهزوا لابوبال تاعكم راح توجور تقاردي تقعد هذيك الريحه تاع هذاك الزيت اللي حطيتوه في لو فون. ومام قلت لكم يكون اي تسرب ولا اي حاجه هكا قطرت لكم من الساشي، هذاك لو موشوار تاعكم راح يبصر بكم كامل، راح يشرب لكم كامل هذاك السائل. وهذه هي البنات، هذه الحيله راح تنفعكم بزاف بزاف، جربوها ورجعوا لي بالخبر. هاد الحيله البنات راح تعجبكم بزاف بزاف، اللي هي الشمعه. ما بعرفش اسكو كاين فيكم اللي يعرف هاد الحيله، لكن كي تعودوا تطيبوا البنات ولا كي تعودوا تقليو توجور شعلوا شمعه، هذيك الشمعه هي اللي تبصر بكم كامل الريحه تاع الطياب. وصدقوني كي تروحوا باغ اكزومبل الشومبرا ولا ما حيش تشموا كاع الطياب اللي راكم طيبوا فيه، شعلوا الشمعه تاعكم وخليوها قدام هكا، قدام منين طيبوا هكا قدامكم، وكي تكملوا الطياب طفيو عليها وردوا لي بالخبر البنات. صراحه حيلة رائعة جدا، انا شخصيا ساعدتني بزاف هنايا. وهنايا البنات الحيلة اللي حبيت نشاركها معكم، وحيلة بزاف بزاف راح تنفعكم، اللي هي فيما يخص ليدام ولا كي نطيبوا باغ اكزومبل باللحم ولا بالجاج، خاصة باللحم. وما عداش وصافي امامهم اللي عدا العيد وراكم ما كاش اللي معناش من المشكل هذا. هنا البنات كي تكون عندكم اون بواط خليتو باغ اكزومبل فيها لاصوص ولا فريجيدار، كي تجبدوها كي تنحيو هذيك لاصوص شوفوا النتيجه كيفاش. هنا البنات واش ديروا؟ تجيبوا ان مورسو دو بابي موشوار تحطوه في لابواط، وتجيبوا ليكيدا فيسال تاعكم نحطوا كميه هكذا، ولازم الماء تاعنا يكون سخون، لازم الماء يكون تاعنا كيما يقولوا سخون مليح. هنا البنات نحطوا كيما راكم تشوفوا نحطوا شويه الماء ونغلقوا لابواط تاعنا، ونقعدوا نضربوا فيها بهذه الطريقه كلكو سيكوند بعد من ثواني، ونحيو وشوفوا البنات النتيجه. شوفوا لابواط تاعنا كيفاش. هنا جوست هذاك لو كوتي باسكو جاي من برا، دونك نعاودوا نمسحوه عادي بهذاك المشوار، وشوفوا هذا لو بابي اللي حطينا كيفاش ابسورب لنا كامل لي دام، وشوفوا لابواط تاعنا كيفاش ولات. ما تغسلوا ما تبلحطوا ما والو، لانه بارفو كي نروحوا نغسلوا نبلحطوا الدنيا كامل بهذوك لي دام. هنايا شوفوا هذه الحيله بزاف بزاف البنات تساعدكم، ان شاء الله تكون عجبتكم. فوالا الريزلت البنات، صراحه صابوا لابان هذه الحيله، انا توجور نستعملها. نكملوا توجور مع المطبخ البنات، توجور كي نغسلوا ونديروا لافيسيل تاعنا توجور نساو هكا باش نرطبوا يدينا. هنا البنات واش ديروا؟ تحطوا قرعه هكا قدامكم في لاكويزين، اي قرعه هكا ولو هذيك اون بواط تاع لاكريم، ولا حطوها توجور الكوتي تاع الفلاكون هذاك نحطوا فيه ليكيدا فيسيل، وتحطوا فيها لاكريم
وعلى الاقل كي تكملوا توجور ترطبوا يديكم هكا باش ما نساوش، لانه انا هذه الحيله صراحه شفتها عند وحده وجربتها وسي فغي وليت ما نساش نرطب يديا، ماشي كيما الاول بارفو حتى يوليو هكا يدينا نقولوا واش بيهم بارفو نساو عليهم كامل. دونك هذه الحيله البنات راح تساعدكم بزاف، حطوا توجور اون بتيت بواط هكا تاع لا كريم اكوتي هكا باش ما تنساوش الترطيب تاع اليدين. هاد الحيله البنات تاني بالنسبه للناس اللي تفواياجي وتخلي دي شوز هكا في كونجيلاتور، هنايا باش نضمنوا بلي هذيك الحاجه اللي كينوليو من الفواياج نقدروا نسربيوها، لانه بارفو تروح تدوم على بالناش وتعاود تجي وهذيك الحاجه دي كونجلا وتعاود تكونجلا وتولي مضره بالصحه. هكا على الاقل باش نيفيتيو انه نضروا روحنا بلا ما على بالنا، هنا البنات تجيبوا سوا كاس تاع بلاستيك تعمروه بالماء ولا هاد لي بلاك تاع لي غلاسون اللي نحطوهم في كونجيلاتور، تجيبو تحطو اون بياس هكا تاع دراهم تحطوها من فوق هذاك اللي لي غلاسون اللي يكونوا جامدين ولا فوق الكاس هذاك اللي جمد لكم لي اون بلاستيك ماشي اون فيرس نو يكلاطي. الا جيتو لقيتو هذيك لا بياس دو موني قعدت من الفوق فيدير فريجيدار تاعكم الشيء اللي كاين تقدروا تستعملوه، سينو لقيتوها حبطت لتحت دونك با بيزوان، من الاحسن انكم ترميوها خير. انا نخليكم البنات نقول لكم نتلاقاو في فرصه اخرى بحول الله، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.